السلام عليكم. النهاردة هنعمل مقارنة ما بين موبايلين، موبايل البوكو الاكس 3 برو وموبايل الريدمي نوت 10 برو، وهنقول مميزات وعيوب الموبايلين. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا لكم، ومش هنطول عليكم وهنبدأ من حيث التصميم للموبايلين. وهنبدأ بموبايل البوكو الاكس 3 برو. هنا من حيث التصميم لظهر الموبايل، لموبايل البوكو الاكس 3 برو بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك من مادة البولي كربونايت، مع وزن الموبايل اللي بيكون 215 جرام. هنا ال 215 جرام هتحس ان الموبايل تقيل في ايدك. كمان سمك ونحافة الموبايل اللي بتوصل ل 9.4 ملي اللي هتحس ان الجهاز ضخم في ايدك. وجود الانفراريد التحكم في الاجهزة الكهربائية بيكون في البوكو الاكس 3 برو مع شهادة الاي بي 53 اللي بيكون مقاوم للمياه والغبار، مع بصمة الموبايل اللي بتكون في زرار الباور، وأدائها هيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل. أما من حيث التصميم لموبايل الريدمي نوت 10 برو، خامات التصنيع لظهر الموبايل بتكون من الإزاز والفريم بيكون من البلاستيك. هنا الريدمي نوت 10 برو بيجي بوزن 193 جرام. هنا وزن الموبايل هيكون أخف من البوكو الإكس 3 برو. كمان مع سمك ونحافة الموبايل اللي بتوصل ل 8.1 ملي. كمان وجود الانفراريد التحكم في الأجهزة الكهربائية مع شهادة الاي بي 53 المقاوم للمياه والغبار، وكمان بصمة الموبايل اللي هتكون في زرار الباور وأدائها هيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل. هنا من ناحية التصميم، موبايل الريدمي نوت 10 برو هيتفوق على البوكو الاكس 3 برو، وده بيرجع ان وزن الموبايل بيكون أخف ونحافة الموبايل بتكون أقل. كمان هنا ظهر الموبايل اللي بيجي من الإزاز والبوكو الاكس 3 بيكون من البلاستيك. هنتكلم دلوقتي عن الشاشة للموبايلين، وهنبدأ بموبايل البوكو الاكس 3 برو. هنا الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD بسقف منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية بمساحة 6.67 من 100 إنش بجودة Full HD Plus بدقة 1080x2400 بكسل، مع وجود طبقة حماية على الشاشة من الجيل الخامس. هنا العيب في الشاشة إنها بتكون IPS LCD، وده اللي مش هتلاحظ ألوان وسطوع في الشاشة بشكل مؤثر جدا. كمان مع معدل التحديث اللي بيوصل ل 120 هرتز، وده مش هتقدر تلاحظه بشكل كبير جدا لان الشاشه بتكون IPS LCD مش AMOLED او سوبر AMOLED. هنشوف دلوقتي الشاشه لموبايل الريدمي نوت 10 برو. هنا الريدمي نوت 10 برو الشاشه بتيجي من نوع سوبر AMOLED مع سقف في منتصف الشاشه للكاميرا الاماميه على هيئه دوت ديسبلاي بمساحه 6.67 من 100 انش بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080x2400 بكسل. كمان مع معدل التحديث ال 120 هرتز، واللي هيكون متميز هنا من حيث الشاشة للريدمي نوت 10 برو خاصية ال HDR10 اللي هتديك ألوان وسطوع ممتاز جدا أثناء مشاهدة الفيديوهات. هنا الشاشة لموبايل الريدمي نوت 10 برو هتتفوق على موبايل البوكو الاكس 3 برو. الشاشة بتكون من نوع سوبر AMOLED، أما البوكو الاكس 3 برو بتكون IPS LCD مش AMOLED. فهنا الشاشة لموبايل الريدمي نوت 10 برو هتتفوق على البوكو الاكس 3 برو. اما من حيث المعالج وقوة الاداء للموبايلين، هنبدأ بموبايل البوكو الاكس 3 برو اللي بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 860 بدقة تصنيع 8 نانومتر. فعلا هنا المعالج اداؤه هيكون قوي جدا بدون اي منافس. الاداء للسناب دراجون 860 مع دقة التصنيع اللي بتوصل ل 8 نانومتر اللي هيكون فيه حفاظ على الطاقة بشكل كبير جدا، فعلا البوكو الاكس 3 برو هيكون متميز جدا من حيث المعالج، وده اللي هتلاحظه بشكل كبير جدا اثناء استخدام الالعاب، وخصوصا لعبه ببجي اللي مش هتحس باي تهنيج ابدا للموبايل. اما من حيث المعالج للموبايل الريدمي نوت 10 برو بيكون من شركه كوالكوم سناب دراجون 732 جي. هنا اداء المعالج هيكون كويس جدا ومفهوش اي مشاكل، ولكن بعد استخدام 10 دقائق من الالعاب وخصوصا لعبه ببجي هتحس ان الموبايل بدا يسخن معاك بشكل ملموس جدا، وده بيرجع ان وسائل التبريد لموبايل الريدمي نوت 10 برو في المعالج بتكون قليله. فعلا هنا المعالج للبوكو الاكس 3 برو هيتفوق على موبايل الريدمي نوت 10 برو. اما من حيث الكاميرات للموبايلين، موبايل البوكو الاكس 3 برو بيجي باربع كاميرات خلفيه. الاولى بتكون بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.79، ودي هتكون الكاميرا الاساسيه. هنا جودة الكاميرا الأساسية بتكون ضعيفة جدا، وده كمان بيرجع إن الشاشة بتكون IPS LCD اللي مش هتظهر لك ألوان وسطوع كويس إلا في الإضاءة العالية أو في النهار، لكن في الإضاءة الليلية مش هتقدر تاخد صور كويسة لموبايل البوكو الإكس 3 برو. أما من حيث أداء الكاميرا الأمامية لموبايل البوكو الإكس 3 برو، هنا الموبايل بيجي بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل.
هنا اداء الكاميرات عموما لموبايل البوكو الاكس 3 برو بيكون ضعيف، وده بيرجع ان الشاشه بتكون اي بي اس ال سي دي، واداء وجوده الكاميرا الاساسيه بتكون قليله 48 ميجا بكسل. اما من حيث الكاميرات لموبايل الريدمي نوت 10 برو، الموبايل بيجي باربع كاميرات خلفيه. الاساسيه بتكون بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.9. هنا الكاميرا 108 ميجا بكسل ما بتكونش ارقام بس، بتكون فتحه عدسه مع مستشعر. هنا اداء الكاميرات فعلا هيكون كويس جدا، سواء في الاضاءه العاليه او الاضاءه الخافته. اداء الكاميرات لموبايل الريدمي نوت 10 برو هيكون ممتاز جدا، وده بسبب ان الشاشه بتكون من نوع سوبر اموليد كمان مع خاصيه الاتش دي ار 10. فعلا اداء الكاميرات لموبايل الريدمي نوت 10 برو هيتفوق على بوكو اكس 3 برو. كمان الكاميرا الاماميه لموبايل الريدمي نوت 10 برو اللي بتيجي بدقه 16 ميجا بكسل، وادائها هيكون كويس جدا وما فيهوش اي مشاكل. اما من حيث البطاريه للموبايلين واداء وقوه الشحن، موبايل البوكو الاكس 3 برو بيجي ببطاريه 5160 ملي امبير مع دعم الشحن بقوه 33 واط. اما موبايل الريدمي نوت 10 برو بيجي ببطاريه 5020 امبير مع دعم الشحن برضه بقوه 33 واط. تقريبا هنا الموبايلين نفس اداء وقوه البطاريه ودعم وقوه الشحن اللي بتوصل ل 33 واط. لو انت محتار ما بين الموبايلين، هنا استخدامك هو اللي هيحكم على ان انت تجيب اي موبايل فيهم. لو انت بتحب الالعاب، موبايل البوكو الاكس 3 برو هيكون متميز جدا في الالعاب، لانه بيرجع بمعالج سناب دراجون 860. لو انت بتحب التصوير او الاستخدام العادي جدا، هتجيب موبايل الريدمي نوت 10 برو. ده كانت نهاية الفيديو من حيث المميزات والعيوب للموبايلين. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا ليكم.